اختارني كما عرفتوني دخلوا لي مستر ثم كرمتوني لما تدخل هذا الكريم ولا ما تتكريم جمعيات تكرمون إذا المشكل هو هذا الشخص اللي عندي تكرم عرفت هذا الكريم الأحزاب ما كيعرفوني ما كيعرفوا والو هذا الكرم هذا شنو البال لأن التكريم القاعدة الفقهية والمعيشية باقي يكون واحد الإنسان ذا شي حاجة تكون ماديا وعلى وديان أو شي حاجة أي صورة كان أنا شنو البيت ما معرفش حتى شي حاجة شنو البيت سبحان الله عمري ما في فعلا قال كلمة يعني خدمت معاه نعطيكم بعض الأمثلة ديال الخدمات اللي خدمت ديك الناس اللي ما كيعرفونيش وشنو جراب العريش وتكلمت باسم العريش على الصايبر أنا ما نمشي لسكان ديال القادة أنا ما عنديش الحق الدافع على القادة لا محامي لا قاضي ولكن المسؤولين ديال القادة الشعب اللي عندهم قرار ديال الجماعة الظاهر ديالهم أو قرار وزاري اختاروني أنا ندافع عليهم ما يختاروش معاهم نسبة المشكل دابا قدا وقع حتى مع بكار انتم كتعرفوا كيفاش وقعت المجاري ديال بكار وكذلك المشكل مع الاشغال العموميه مع محطه القطاع اللي عند السند العقاري انا وقفت في الخلفيات كنبحث وقمت بدراسات ومواجهات وفيما يتعلق بمحطه القطاع والقطار وهذا كان سمع بعضهم يسال مهندس الاشغال العموميه تبغى نكرفص عليه لان ما عطاوهاش عارف ايش كاين خدم معايا عطاني مزال الباقيه خدمت معاه وبينت بان هذاك الارض ماشي ديال اللي دار عطاوه السند العقاري كنت نشتغل في هذيك الارض ديال التسجيل كلشي كيعرف محطه القطار كذلك بكرا عندي اتصال صميم عند ميراثات نكتب وعرف بان الارض ديال بكار ديال السكان وكذلك قادت دفعت عليه باش يكون في المشروع علما ان القاده بامر من الملك ديال محمد الثالث رضي الله عنه كان عمل العريش ديال الاولى في المغرب باش غيكون مشروع سياحي طار مشروع سياحي قبل الساعديه قبل اكادير العريش كانت هي الاولى واش تقات العريش ديال القبيحه خرج سيدنا رسول الله من العريش بالسياره ب 120 وما دورش وجهه المضاعف في كينا العازل هذه خفايا امور وكاينه 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 كيما كيقولوا خصنا نتكلموا فيها ونبينوها في هذه الاحتجاجات اللي كتقدموا ما عنديش دابا الوقت في الكذب وانتم كذلك هذه اشارات باش نساعدكم تحضروا تعرفوا الخفايا الامور الحقوق ديالنا حنا في الضيعه انا عكتبت هنا كنشكركم على الحضور الحمد لله دابا كنتعرفوا على هذا فاذا سمحنا نجيو لقدام عندي انا عندي حلقه جمعه او جمعه يوم جمعه لا وغادي يبان بعض الامور كثيره بفائده الساكنه العرائي حتى حقوق الانسان الحمد لله هو شهاد انك تلميذ ديالي اللي هو رئيس العصبة ديال حقوق الإنسان في العرائس في الشعب الحلليني وهو سمع وخدمت معاه وجاء مسمع وإنسان احترم من الله خدمت معاه احترمت عنده كفاءة عنده ثقافة عنده أخلاق عنده صفات سي أحمد والعوي الله لا حدا صفقوا دين عليا ذلك إذا عندنا جوج بلاد عندنا دير يدك ما أنتم عندنا العصبة ديال حقوق الإنسان ديما يتعلم الانسان كان عليه الصفر العريض حقوق الانسان هذا تسع حقوق اذا حقوق الوطن كان يعطيه